الجودة هو هذا الشيء صحيح بشكل صحيح من أول مرة وفي كل مرة. المعيار اللي احنا قاعدين نشتغل عليه هو وثيقة تصدر نتيجة إجماع يحدد المتطلبات التي يجب أن يفي بها منتج أو خدمة تصادق عليها جهة معترف بها زي سباق. طيب تعالوا نشوف الـ ESR. احنا تقريبا شرحنا جميع الـ ESR اللي موجودة، بس تعالوا نشوف الجزئين. أنا عندي معيارين خاصين بإيه؟ بالعيادة العامة. إيه هم؟ أول حاجة إن هو يوجد دليل على توثيق حساسية المريض أو ردود الفعل العكسية في السجل. ده إيه السؤال؟ لأن أنت لو ما سجلتش الحساسية وردود الفعل العكسية داخل السجل الصحي، معناها أنت بتعرض المريض لإيه؟ للخطر. بتعرض المريض للخطر، فلذلك يجب توثيق الحساسية. الحساسية بتتوثق فين؟ فين الحساسية بتتوثق؟ ايوه، في الملف الصحي. صحيح، احنا عندنا دلوقتي ملف الكتروني وده اس ار. اول ما يجي المقيم يشيك على الملف الصحي، هل انا بسجل الحساسيه ولا لا؟ والحساسيه اتكلمنا عنها ان انت لازم تعمل دبل كليك، ولازم كل مره تشيك عليه. ليه؟ تعمل دبل كليك وتحول لون الحساسيه من اللون الاحمر الى اللون الاخضر. تمام، دبل كليك مش كليك واحد. تمام، طيب بعد كده ايه تاني بنوثق الحساسيه فيه؟ مهم جدا. في حاجه تاني بنوثق فيها الحساسيه مهمه جدا، ان في ايه المكان التاني اللي بنوثق فيه الحساسيه؟ اللي هي الوصفه، وصفتي بيوثقها الطبيب. لازم يكتب كل مره ايه ان في حساسيه ولا مش حساسيه. طيب الكتابه اللي احنا بنكتبها في الحساسيه بتكتبها ازاي؟ لان لو واحد ما عندوش حساسيه بتكتب له ايه، ولو واحد عنده حساسيه بتكتب له ايه؟ طيب بنكتب ايه؟ انك ايه. الانك ايه دي ترمز ليه؟ نو نون الرجي، صح؟ هي ترمز الى نو نون الرجي. لازم تكتب في حاجتين، في الوصفه وصفتي او الوصفه الورقيه يتكتب فيها ان يعمل تك على ان هو لا يوجد حساسيه، والملف الالكتروني لازم تتكتب فيه نفس الشيء. طب لو في حساسيه انت بتدخل وتختار الحساسيه منها. في صار قاعده بترفع ايديها، في حاجه يا ساره محتاجه شيء؟ اكتبه في الشات. طيب احنا اتكلمنا دلوقتي على موضوع توثيق الحساسية. طب هل خلص الموضوع عن توثيق الحساسية في النقطة دي؟ لا، لم ينتهي موضوع الحساسية عند هذه النقطة. طيب ايه الثاني؟ لازم الصيدلي يبقى عنده حصر. لو انت عندك في سجل الحساسية او التفاعلات العكسية، لازم يكون في الصيدلية سجل التفاعلات العكسية والحساسية. اي واحد عنده حساسية بيبقى في سجل عند الصيدلي مسجل فيه الـ مرقم بالحروف الأبجدية، وكل ما يروح واحد عنده حساسية يسجل أو تفاعلات عكسية لدواء بيقوم مسجل هذا التفاعل أو الحساسية، وهنشرحها إزاي برضه في ملف الصيدلية بشكل إيه أعمق بعد كده. تمام، يبقى أنا بعمل إيه؟ لازم يكون الحساسية مسجلة فين؟ في 3 حاجات. أول حاجة ملف المريض، وملف وصفتي أو الوصفة الورقية، وثالث حاجة في السجل الخاص بالصيدلي لو عنده حساسية. تمام، أو تفاعلات عكسية. في سجلين، السجل الحساسية وسجل التفاعلات العكسية، ممكن يكون عند الصيدلي بيسجل في الحالات دي. ليه؟ عشان لما يجي يصرف له دواء أو يجي يعطي دواء أو الدكتور يعطي دواء يروح يشيك هل هو عنده نوع من انواع الحساسيه ولا لا. طبعا انت بتسال بعد كده، هو بيروح يتاكد هل هو عنده حساسيه مسجل عنده ولا لا. تمام، عشان يبقى سيف بالنسبه لكتابه الدواء. طيب ايه المعيار الثاني؟ المعيار الثاني اللي هو يتم توثيق خطه الرعايه الصحيه في الملف الصحي للمريض. ازاي؟ احنا اتفقنا خطه الرعايه دي بتتكتب لمين؟ بتتكتب لمين؟ للامراض المزمنه. تمام؟ تمام، للأمراض المزمنة. الأمراض المزمنة أنا
بسجل لها خطة رعاية. الخطة الرعاية دي مواصفاتها ايه؟ اول شيء لازم يكون فيها اهداف، الاهداف دي لازم تكون سمارت. يعني ايه سمارت؟ يعني ميجرابل وقبل ميجرابل يعني قابلة للقياس، وريلابل اللي تكون حقيقية ولازم تكون تقدر يحققها مين؟ المريض. واقدر حاجة اقيسها، يعني انا اقول ان هي كانت كذا وصلت لكذا. طيب الخطة دي مواصفاتها ايه؟ اول حاجة ان هي ممكن تكون من 6 شهور لسنة، ويشترك فيها اكتر من عنصر داخل المركز الصحي. يعني انا ومرضت الامراض المزمنة والمثقف الصحي او الهيلث اديوكيتور او الكوتش او عيادة الاسنان هذول، او مثلا الاخصائي الاجتماعي، هذول كلهم بيدخلوا في الخطة ايه؟ الخطة بتاعتي. وانا بسجل كل الايتم دي، ويبدأ كل واحد يؤدي الجزء الخاص بيه. طيب على سبيل المثال، طبعا انت بتدخل للخطه اول ما تكتب تختار الكود ضغط ولا سكر او سكر وضغط او رب ولا كده، بيظهر لك هذه الخطه. تبدا في الخطه تحط اهداف، جول ليك. الجول دي انت بتحطها في شكل سمارت جول، وتقول مثلا الفحوصات انا عايز الهيموجلوبين بتاعه الاون سي من ينزل من 9 الى تحت ال7، هذا قابل للقياس خلال مثلا 6 شهور الجاي. وتبدا بقى انا عايز الضغط بتاعه كذا، انا عايز ارقامه، كلها ارقام انت هتقيسها كل مره. ويبدا كل الزملاء معك يحطوا بقى، ان كان الممرضه تحط الاجزاء الخاصه بالممرضه، يعني ايه؟ تحط الجزئيه التي تخص الممرضه. يعني مثلا ما تروحش تتكلم على الاديوكيشن، لا انا ابغاها تتكلم على الجزء الخاص بيها. تعلم المريض مثلا ان هو ازاي يعمل سيلف مونيتورنج للبلاد شوجر، تعلم المريض ازاي يعمل سيلف مونيتورنج ان هو يقيس الضغط بتاعه، تعلم المريض ان هو ازاي يعمل سيلف اسسمنت للفود، تعلم المريض ازاي ياخد ابره الانسولين، تعلم المريض ازاي يعمل دريسنج، تعلم المريض ازاي يعمل اشياء اللي هو ما يقدر يسويها في البيت، اللي هي تعتبر مهاره من مهارات التمريض. تمام. طيب الجزء الثاني الهيلث اديوكيتور بيتكلم على حاجتين، هم خاصين بايه؟ بتشينج اللايف ستايل. يعني ايه تشينج اللايف ستايل؟ حاجتين من اللي غير فيهم ايه نمط الحياه بتاعك، اما بالهيلثي فود، يعني انا انصح بالهيلثي فود واكون متكلم ب ريسورس انا واضح في جايد لاين موجود زي الاي دي اي، او ان انا يكون عندي بيبر وانا اوزعه عليهم واشرحها لهم وخليه هو يلتزم بيها وكده. طيب الهيلث اديوكيتور يقول لك انا عايزه مثلا وزنه من كذا لكذا، ينزل من كذا لكذا. طيب خلاص انت هتشتغل على حاجتين، واحد ان هو يكون عندك هيلثي فود، كان هيلثي فود يبقى فيه كربوهيدرات اقل، يبقى في نسبه فواكه ونسبه بروتين معقوله ونسبه دهون اقل، فواكه وخضره لازم تكون فيها اكتر، لازم يكون الاكسرسايز بتاعه على الاقل حسب الجايد لاين بيقول 45 دقيقه يوميا او 150 دقيقه بالاسبوع، بجريه او مشيه سريعه فيها همه، يكون مشيه سريعه. تمام. هذا اللي بيشيل الموضوع، لازم يبقى فيه كلام علمي، كلام ايفيدنس بيز مكتوب في هذه الخطه، وتوضح للمستفيد بشكل كامل. خلاص هم دول الاي اس ار الاثنين. طبعا الاي اس ار دول لازم يتراقبوا من خلال ايه؟ المشرف الفني. المشرف الفني لازم يتراقب ان كل مرضى ليهم حسيه ان في خطه رعايه مسجله لجميع المرضى الامراض المزمنه داخل المركز، ودي من ضمن المؤشرات اللي تبقى موجوده. طيب انا كده خلصت 2 من الاي اس ار اللي مرتبطين بالرعايه الصحيه. خلاص واضح كده ولا فيها مشكله؟ في اي احتياج فيها؟ في اي احتياج للتوضيح؟ ننقل على الجزئيه اللي بعديها. تمام. طيب نروح للجزئيه اللي بعديها اللي هي ايه؟ معايير الاعتماد حقت ايه؟ نشوف هذا العيادة العامة اهو، يوجد جدول زمني للتوظيف لخطة توظيف تغطية جميع اوقات العيادة. هتعمل جدول
الجدول ده يقول لك توزيع العاملين سواء اطباء او طبيب على العياده العامه، لازم يكون واضح وخلال الفترات. يعني مثلا شوف هنا جدول اهو، هنا جدول العيادات العامه مسجل فيها الممرضه الفلان والممرضه الفلانيه، ده وقت الصلاه بس، انت ممكن بتحط في جدول زيه بالظبط تعمل له وقت ايه الدوامات العاديه، تمام؟ ويتوقع ويعتمد ويعمم على الجميع بشكل واضح، هذا معياره وطلبه. خلاص التسقيف الصحي لو انا طبيب واخذت الدور بس كيف اضيفها في خطه الرعايه؟ ضيفيها في خطه الطبيب لو انت يعني واخده الدور ده، بس يعني افضل ان هو يكون اكثر من واحد. يعني انا مثلا في ممرضه، اكيد في ممرضه في المركز، يعني ما تاخذ الدور ده المشكله يعني، تمام؟ لان هو دور الطبيب لو انت بتعمليه هيبقى دور طويل شوي، واحسن يعني انا ممكن يدخل مثلا المريض، يدخل الممرضه وانت تشوف المريض الثاني وهي تسجل الكلام ده، لان هو بيدخل بيديها اكسس ان هي كانيه، بس ان هي تدخل كانيه تسجل فيها، بس انت ممكن تكتبيها داخل الخطه العلاجيه يعني لو ما عندك نيرس. واضح كده؟ يبقى احنا اول معيار اتكلمنا عنه اللي هو ايه؟ اللي هو يوجد جدول زمني لخطه التوظيف لتغطيه جميع اوقات العياده. يوجد ادله مؤسسيه مبنيه على الادله يتم مراجعتها كل سنتين او عند الحاجه. شوف ده مهم جدا. لازم يكون عندك دليل بتقول ان ايه؟ ان في ادله موجوده. الادله موجوده، الادله دي تقول ان ادله علميه يعني جايد لاين، يعني انك تبينها للاستاف بحيث ان هو يشوف هذه الادله ويطلع عليها ويتعامل معها خلال ايه؟ خلال عمله. يعني انا مثلا محتاج اطلع على دليل العمل مع الامراض المزمنه، لازم في دليل الامراض المزمنه. طيب انا عمل لك هنا دليل اهو، انت ممكن تاخده هنا، شوف هذا قائمه بالادله العلمية. لو دخلنا مثلا كون عملنا، لأن نبدا مثلا العيادات العامة، فين العيادات العامة؟ العيادات العامة، العيادات العامة، هذا العيادات العامة أهو، هي هذا مثلا قائمة بالأدلة العلمية أهي، تقدر تستخدمها ماشي كده. بس هو خد بالك بيقول لك أنا عايز دليل علمي محدث يكون اخر سنتين، دي ادله علميه هات، انت ممكن تنشرها وهم كلهم يطلعوا، وممكن تنزلها على ايه؟ الكمبيوتر بتاع الاطباء، يعني انت لو دخلت هنا المراجع هيت، في مراجع لكل شيء، تمام؟ وفي ليها تحديث، انا عامل ليها تحديث كامل اهو، الشبكه، والشبكه اهو، لو انت عايز هذه الادله ممكن ارسل لكم رابط واعمله في مستشفى بيج اهو، رابط اهو جايد لاين ده، كل الادله العلميه لجميع الاقسام اللي تخطر على بالك اهو، كلها محدثه وجديده، انت تقدر تدخل على فاميلي ميديسن مثلا، كل دي شوف كلها 2021 2000 كلها حديثه، تقدر تستخدمها كلها، وده برضه 2021 اهو، تقدر تستخدم الأدلة دي كلها اهو، هاخد الرابط ده جيت لينك وانزله لكم في الشات، تقدر تدخل عليه تنزل اي معلومه خاصه بيه، حتى الاي دي اللي هو اخر واحد نازل، الكاردو ميتابوليك ريسك نازل اخر واحد، الكوفيد، الدبريشن، الفاميلي ميديسين، برضه فاهم الانجليزي، كل هذه كلها كتب ومراجع علميه تقدر تستفيد بيها. طيب خلينا نروح اهو ننزل لكم في الشات. تقدر تدخل على هذه المراجع في أي وقت وتضيفها. المهم في هذه المراجع إن لازم يكون قائمة بها حصرة، ولازم تكون آخر سنتين، يعني آخر سنتين موجودة، يعني إن هي حديثة أبديت يعني. طيب فأنت بتنزل هذه الأدلة العلمية وتديها لهم على أساس
ان هم يطلعوا عليها مين الاطباء اللي عندك. تمام. طيب فنرجع تاني معلش اهو شركة دي بي سي العيادة العامة الى العيادة العامة. تمام. طيب نشوف نحمل أدلة في الكمبيوتر، بس إيه الدليل اللي ممكن أضيفه في الملف؟ أيوه برافو عليكي. أول شيء أنت هتحملي الأدلة دي على الكمبيوتر ويبقى عنده الأطباء وتحط عليها رابط. أنا كنت عامل عليها باركود، يعني عاملها باركود يدخل عليها أي حد في أي وقت، وممكن أرسله لكم برضه أهو. يعني أنا ممكن أرسل لكم الباركود، باركود أرسل لكم الباركود مستشفى كيك. ده باركود إيه؟ بس مش عارف هو هينزل في الشات ولا إيه؟ أهو كوبي، ما أعتقدش هينزل لأن حاولت أمس إن أنا أنزل واحد ما نزلش للأسف، يعني ما نزلش. ماشي. هو طبعا أنت ممكن تعمله باركود زي كده ويطلع ل المكان، وتقدر تنشره وتحطه في كل مكان بحيث ان اي واحد يمسح الباركود ويدخل على طول على الكتاب الكتب ويختار الكتاب اللي فيه. اللي هنحطه في الملف ايه؟ القائمه اللي احنا قلنا عليها. القائمه دي احنا قلنا القائمه دي هتكون كاتبه كل الادله العلميه، قائمه المراجع العلميه ده. تكتب اسم المركز، تحط الشعار وتعمل ده، وبعدين تعتمدها وتحطها داخل ايه؟ المركز. تمام؟ داخل الملف. هذا اللي مقصود بيها. هو بيجي يشوفها، بيشوف الأدلة دي موجودة ولا لا، وطبعا مكتوب كل دليل السنة بتاعته. تمام. يعني تكتب السنة بتاعته فيها اللي هو 21، ما يكونش أكتر من كده. ليه؟ لأن هو فوق السنتين ما يبصلهاش. تمام. وممكن تنزل الكتب اللي أنت عايزاها، شايف إن أنت محتاجينها داخل المركز وكده، تقدر تنزل الأدلة. كل ما تنزل الأدلة كتير أحسن يعني. تمام. طيب ولو دخلت على الرابط اللي انا بعته لك من شويه، دي فيه ادله لجميع الاقسام. يعني في الصيدليه ليه ادله، انت طبعا هتعوزه في الصيدليه البي دي اف، حطت لك البي دي اف اللي هو 22 21. تقدر تنزليه لانه بيبقى مرجع ممتاز جدا للاطباء يرجعوا ليه والصيدل. تمام. مهم جدا لازم تكوني عارفه الكلام ده. طبعا بتحملها على الكمبيوتر، بعد بتحملها على الكمبيوتر وتحطي على رابط وتشوف كل حته، بحيث ان مفيش حد في المركز يكون عارف مكان الأدلة. أنا عايز أروح الكتاب هروح إزاي؟ تمام. هذا زي مكتبة صغيرة. طبعا هي جزء الكتب الخاصة بينا الطبية في شغلنا، فاهمني؟ ميديسين والبي سي. تمام. واللي عايز المستشفى موجود المستشفى، أنا حاطط ليها كتب لجميع الأقسام برضه. طيب نرجع نكمل موضوع. هنا بيقول إيه؟ توجد سياسات مكتوبة تحدد نطاق التقييم. لا خلاص الأدلة السرعية. طيب توجد سياسة مكتوبة لتحديد نطاق ومحتوى التقييم. سياسة يعني السياسة هروح فين؟ السياسات. ده السياسات. فين السياسات يا محمد؟ ده السياسات. كل السياسات هي فين التقييم وعدد التقييم؟ موجود التقييم. تعمل تقييم امتى؟ في فريم في فريم ورك فريم تايم ليها. ايه الو الصوت مسموع؟ مش عارف الحسابات بعد تطلع ليه. اسمع علينا. ندخل على بوليسي. ندخل على جون كلينيك. فين جون كلينيك؟ دي جيرياتيك. ايش الصفحة الثانية تالي ولا ايش الصفحة الثانية؟ ساعدوني يا اخوانا. ايش نوعك؟ نيك.
يا سلام. طيب اللي بس تفتح الجنرال كارد مش ايوه هو عايز هنا اهو البيشن اسسمنت اسسمنت دي السياسه بتاعتها. تمام اهو سياسه التقييم على التقييم اهو لكل عياده انت بتحدد فيها. طيب بتحط نفس الجدول ده في عائد التقييم والتقييم عائد التقييم. طيب تعال نروح للرابط، انا عامل حاجه اسمها الفورم تايم اهو فين ابدا ايوه هو ده اهو العياده والتقييم الاول وعائد التقييم بعد سنه اهو ده هتحطه داخل ايه؟ ايه؟ ضمن سياسات التقييم اهو بتعمل التقييم الاول أول ما يجيلك المريض نبض بزمنة شهر من بداية التقييم وإعادة التقييم إمتى بعد سنة يعني بتعمل له تقييم تاني بعد سنة وهكذا. واضحة دي؟ طيب يبقى إحنا خلصنا من المعيار ده توجد سياسة التقييم وإكمال الإطار الزمني لعملية التقييم. طيب توجد إرشادات شاملة للمثقفين الصحيين أطباء وطبيين تنشوف هي فين؟ الإرشادات الصحية محور السياسات أرجع لي الجنرال كلينيك أهو فين إرشادات التثقيف الإديوكيشن أهو أهي الإرشادات للمثقفين الصحيين إزاي أنت كل واحد دور يعمل إيه عند تثقيف المواد هتعمل فيه إيه وهتقول له إيه ومن كل واحد دور هيعمل إيه. تمام توجيهات تثقيف الموضوع عائلته دي السياسة الخاصة. طيب ايه تاني موجود هنا؟ طبعا احنا خلصنا المعايير اللي هي المفروض تتكتب يعني موجود مين وصف وظيفي وايه المؤشرات اللي المفروض تكون موجودة اللي انت هتجمعها لان مؤشرات العادة العامة طبعا كتير يعني فانت المفروض تعملها المشرف الفني والتجهيزات بتبقى خاصة بالطبيب وده السكوب بتاعها ايه اللي موجود هتعدل السكوب وتكتب فيه كم طبيب العيادة العامة والإجراءات اللي انت بتسويها داخل ايه المركز. ماشي واضح كده. طيب هو في حاجة في النت النهارده مش ممكن الضغط على يعني الروابط نفسه. واضح كده؟ يبقى احنا لو نرجع كده للسياسات احنا خلصنا جميع السياسات اللي هي الدوكيمنت كل الدوكيمنت وقلنا الاي اس ار الاثنين اللي موجودين. طيب تعالوا نشوف نراجع كده مع بعض ايه اللي هيقوله لك في العياده العامه. ماشي؟ ها طبعا ان في دليل اللي هو كتاب الفولدر بتاع السياسات المفروض يشمل على الاشياء هذه اللي احنا اتكلمنا عنها ان هو يكون محدث ويكون معتمد يعني يكون صالح يحدد نطاق الخدمات اللي احنا قلناها اللي هي السكوب اوف سيرفيس يشمل على السياسات والاجراءات اللي احنا قلناها يشمل على النماذج والسجلات اي نماذج خاصه بالعياده العامه مثل هتلاقيها برضه في الرابط لو دخلت على الرابط هتلاقي التقارير والاشياء الخاصه بها والفورمات والفحوصات وكده ويشمل نظام متابعه المرضى وحل الادوار ومسؤوليات الموظفين ويشمل مؤشرات للتقييم في اخر حاجه طبعا المؤشرات. تمام يوجد دليل مؤشرات مسجل فيها الكلام ده بعد كده يتم تقديم معايير مسائل المرضى في جميع اماكن انحاء المنشاه مقابله بيسال طبعا الاستاف هنا يسالوا على هذه النقاط. طيب هل في ترتيب معين للملف؟ يعني لو ترتبه حسب لو انت دخلت انا طبعا انا شرحت الكلام ده في الاول لو انت دخلت هنا من على لده هتلاقي فهرس الفهرس ده هو مفهرس لك اهو الفهرس هتلاقي هو معمل لك فهرسه لايه؟ للملف اهو التيبل التيبل كونتنت المفروض يكون ده اهو المفروض الحاجات دي تكون موجوده كلها وانت بتكملها ورا بعض خلاص وتحط في المعايير المعايير بتبقى اللي بيحقق المعايير بتحط لهم ستيكر بحيث انك تعرف تجيبهم بره كده هذا الدليل بيكون الكلام ده.
كل شطة في كده، أنت تبدأ تحط الملف بتاعك ترتبه على هذا الترتيب. واضح كده؟ واضح ولا في شيء؟ يوفر المركز التدريب على المعتقدات الثقافية والقيم والقيادة. تمام؟ يتم تقديم رعاية مماثلة للمرضى في جميع أنحاء. يتم توفير مرافق، يتم توفير مرافق منفصلة للنساء، طبعا هو بيشوفها ملاحظة. توجد عملية مطبقة للفرز وتقييم المرضى، يوجد نظام فعال لتسجيل المواعيد، يوجد دليل على قبول المرضى فقط عند إمكانية تلبية احتياجاتهم، توجد آلية تعامل مناسب مع المرضى عند عدم توفر الموارد، يوجد دليل على قيام الموظف المركز بالعوائق. شو دي اللي أنا كنت بقول لك عليها؟ اللي هي إزالة العوائق، أهي ذات العوائق الشائعة التي تمنع المرضى من الحصول على الخدمات، وقيام بوضع آلية لحد هذه العوائق. توجد آلية ضمان الاتصال الفعال بين العاملين بالمركز والمرضى ذوي الاحتياجات الخاصة. هذه النقطة اللي احنا قلنا عليها، اللي هي ايه؟ لازم يكون عندك وسيلة. يعني انا مثلا، انا في بعض المراكز اللي كنت شغال فيها اول سباحة خالص، قالنا كان دي كانت مشكلة بالنسبة لنا، لان كانت البرامج دي ما كانتش متوفرة الاول. وجالي مقيم في اول مركز اشتغلت عليه، راح سالنا سؤال: لو جالك واحد بنجالي هتتعامل معاه ازاي ما بيتكلمش عربي؟ ها تقولوا لي هيعمل ايه؟ طيب في 30 معين. طيب واضح. طيب بالنسبه ل خلينا السؤال ده بالنسبه دي، لان سؤال دايما يسالوا المقيمين وغالبا اغلب الناس بتقع فيه، يعني عشان اوضحه لكم، لان انا بس جبت هذه دي عشان تكون واضحه بشكل كبير. اول حاجه بالنسبه للمرضى، لو جالك واحد بنجال هتتفاهم معاه ازاي هو بيتكلمش عربي؟ ها لغه الصم، هو ما بعرفش لغه الصم، ولا فاهم انت بتقول ايه، ولا هيقول لك انا بطني وجعاني، ولا عندي انا في البطن، ولا هو بيجي لي كل ساعه ولا كده. بشوف ستاف، برافو عليك، نفس الجنسية. طيب نحن نستعين العمال معنا، برافو عليكم، ده كويس. طب لو جالك واحد صيني، لو جالك واحد صيني، هل عندك ستاف صيني؟ هتعمل ايه في الصيني؟ ايوه، يبقى جوجل. صحيح، جوجل هو اللي هيبين لي ايه هستخدم ده. انت بتفتح جوجل، هو بيتكلم، هو يسمع جوجل ويترجم لك على طول باللغه اللي انت محتاج، اللي انت عايزها. تمام، يبقى انا لازم جوجل. طيب ده يتطلب ايه؟ يتطلب خطاب من المشرف الفني او مسؤول العياده العامه ان برنامج جوجل معتمد لنا في ترجمه اللغات ايه الغير متوفره داخل المركز. تمام، يعني انت هتعمل خطاب ان جوجل ده، وتعامل مع الناس كلها بحيث ان كل واحد ينزل على الجوال ويستخدمه. طيب ممتاز جدا. طب لو جالي واحد اخص، طبعا هو يعني انت، هو مش بيقول لك هو المعيار، مش محتاج سياسه يعني، بس انت هتكتب خطاب للتعميم. يعني ساعه ما يقول لك ايه انت هزلت ده استخدام جوجل، وتسيبي منها تسيبي منها برضه هذه الاوراق بوصد على في كل العيادات بحيث ان هم يتفهموا منها. طب لو جه واحد لغه الاشاره، لغه الاشاره انت هتعرف لغه الاشاره؟ هل انت عارف لغة الإشارة؟ طب تفهم ازاي مع لغة الإشارة؟ بوستات دي في عيادة الأسنان مثلا، ده درس. بس انت جاي لك واحد يقول لك ايه، انا بس عايز يوصف لك الألم، عايز يتكلم هو شكل الألم ازاي، هو هيتكلم بس انت اذا متعلم يكون يكتر ايه. طب نفترض مش متعلم، صح؟ كل دي حلول، يعني دي كل ده حلول. في برضه برنامج اسمه الترجمان، لو انت دخلت عليه هو بيشرح لك لغة الإشارة، هو ياخد الإشارة من الإنسان الصم وهو يترجمها لك بالترجمة اللي موجودة. او معلم التخاطب، اكسلنت، اللي قال معلم التخاطب طول. انا عملتها في مركز صحي المطار، كان جنبي مدرسه فكريه وكان فيها واحد
جه قال لي انا عايز اتطوع داخل المركز وتديله شهاده بكده. فانا جيت استغليت النقطه دي وعملت معاه اتفاق، لما يكون في واحد انا مش عارفين نتفاهم معاه، او مثلا هما المدرسه كان بعض وقت الدوام الرسمي كنت استدعيه وكان يجي يعني ويتفاهم مع المريض ويوصف لي ايش اللي عنده بالظبط، فاهم ازاي؟ دي برضو انا استخدمتها واتقبلت من سباهي، يعني احنا نقدر نستخدمها لو حاجه زي كده. بس هو دلوقتي في ابلكيشن موجود، الابلكيشن ده لو انا هرسله على جروبات انت تقدر تنزله على الجوال، هو يقدر يتفاهم ويرسل لك صوره واضحه، يعني انت تتكلم المريض تقول له انت بتشتكي من ايه، هو هيوصف له ازاي انت بتشتكي من ايه، هيفهمها المريض، هيرد عليه بنفس الاشاره ويقول لك يرد عليك. فهو طبعا برنامج هو زي جوجل ترانسليت بس هو خاص بايه، بالصم والبكم. واضح كده؟ طبعا دي مهمة جدا لازم تكون عارفينها وتتفاني عليها، وحتى الاستاف داخل الاستاف داخل المنشأة يكون عارف، يعني لو سأل أي واحد سؤال لازم كل الناس تكون إجابة واحدة. أحد أفراد الأسرة صحيح ممكن، بس لو هو جاي لوحده، ما كل دي حلول أنتم بتفترضوها إن هو في وضع خاص يعني. تمام؟ طيب احنا طبعا بنستعرض حلول، طبعا ممكن الحاجات دي تبقى موجودة عندك، بس طبعا الحل اللي هو الأشمل اللي احنا نحاول نستخدمه. خلاص؟ طيب واضح كده بالنسبة كده العيادة العامة خلصت. أي سؤال في العيادة العامة؟ أي سؤال في العيادة العامة؟ التقييم يعني مثلا شفت انت الفحص السنوي، الفحص للمريض اول ما بيجي لك مثلا المريض، الامراض المزمنه، الامراض المسنين، الطفل، كل الحالات اللي بتدخل العياده العامه دول ليه فحص مثلا في البدايه، وبعد كده فحص مبدئي، وبعد كده بيتعاد الفحص ده كل قد ايه؟ يعني مثلا انا ممكن اعيد الفحص ده كل سنه، في واحد اللي هو الأمراض المزمنة احنا بنعمله كل 3 شهور، المسنين احنا بنعمله كل 3 شهور، إيه مثلا الطفل السليم انت على حسب تحت السنتين، تحت السنتين انت بتفحصيه في كل زيارة بيجيك فيها، المفروض هو يجي لك بكل ايه، بمعدل شهرين، كل شهرين. هذا السياسة اللي مكتوب فيها، يعني انت لو قريت السياسة هيقول لك في كل مريض انت بتفحصيه كل قد ايه، وبعدين بتحط جدول بناء على هذه السياسه بقى، البرامج اللي عندك اللي بتستخدميها اللي بتشتغل فيها في العياده تعملوا فحص واعاده فحص. تمام؟ سجل مرضى ولا بس جدول كافي؟ لا انت بتعمل اول حاجه احنا قلنا هو في اللي هو التايم فريم ده بيتسجل فيه، شوفي انا خلاص عرفت ده، الناس كلها تعرف الحوامل بتتفحص كل قد ايه، الطفل السليم بتفحص كل قد ايه، وهكذا. تمام؟ يعني الفحص بعد اسبوعين من الولاده ده، اعاده التقييم بعد سنه، هي نفس الموضوع شهرين وكل 3 شهور وهكذا، هذا المعروف التقييم بناء على ايه اللي موجود داخل السياسه. ده بيبقى موجود عندك ده تايم فريم بس عشان الناس تبقى عارفه ان هو جايد، يعني كأنه زي شيك ليست كده انت بتشيك عليه، ده المفروض يتفحص كل شهرين، ده تفحص قدك مش سجل، انت بتسجل الكلام ده داخل الملف الصحي بتاع المريض. اهلا وسهلا يا اخو عبد الله. طيب ندخل على اللي بعده. طبعا احنا كده خلصنا ايه العيادة العامة، في اي سؤال انا معاكم في العيادة العامة، هندخل على اللي بعده. تمام؟ ايه العيادة العامة احنا قلنا ايه الملف التاني، المان باور، فين المان باور؟ ايه مان باور، رحت فين المان باور؟ ايوه ندور المان باور، فين المان باور؟ ايوه المان باور، شوف كم معيار وكتير. طيب
بس طبعا هو اسهل حاجه يعني، ده انت بتجهزه في الاول وبعد كده انت مش محتاج. هل في اس ار؟ في الا ما في اس ار. طيب خلينا ندخل على ايه المتطلب في ايه المان باور الكل عام. انا مطلوب مني ملف سياسات واجراءات، مطلوب مني ملفات للموظفين. لازم كل موظف عندك ليه ملف، والملف ده بيشمل نقاط، والنقاط دي لازم تكون جميعها متوفر داخل الملف، لان بيجي الموظف يجي المقيم ياخد عينه من الملفات ويبدا يشوف فيها هل فيها متوفر الاشياء دي ولا من الشهادات، ونشوفها دلوقتي ايه المفروض يكون داخل هذه ايه الملفات. تعال نرجع لملف السياسات، هتفتح ايه في ملف السياسات اهو. الراجل بيقول لك يوجد دليل لدى الموظف، لدى المركز دليل الموظف، دليل الموظف دليل. يعني اول ما يجي له موظف جديد الراجل ده يجي يلاقي ان كل حاجه بتتعمل له اداريه داخل المركز تكون داخل الدليل ده. طيب هل هو موجود؟ نعم موجود. لو جيت تشوف فيه الاجازات والخصومات وفي كذا في كذا في كذا. خلاص تعالى ايه نرجع نشوف ايه المان باور سياسات فين المان باور. هذا المان باور دوروا معايا الله يساعدكم. ايوه هو هذا المان باور. انا عايز دليل الموظف، دليل الموظف هو مكتوب عربي وانجليزي، مكتوب رؤية ورسالة. لو هي غير رؤية ورسالة هذه تغيرها، وهي القيم ودي حقوق ومسؤوليات المعيد. المفروض اي موظف جديد يجي يمسك هذا الدليل ياخد صوره منه وكده. تم افتح المركز فيه ده وتحط طابع ده كم دور ومتعرف المركز وميثاق العمل بتاعك اهو، واستخدام بطاقه العمل على الزي اهو، ويعبي نفس الكلام ده تمام، وساعه العمل. وبعد كده من يوم كذا ليوم كذا المزايا الماليه، الاجازات العاديه الاضطراريه، الاجازات التعويضيه، اجازات الاعياد، اجازات الوطني، المرضيه، الوضع كذا كذا كذا، كل حاجه تخص الموظف موجوده هنا تمام. اول ما يجي الموظف لازم. طيب والافضل ان يعني انا كنت عامله بباركود، باركود يعني مثلا اقول له ده للموظف، كل واحد عايز يدخل عليه ويشوفه يدخل عليه ويشوف، يعرف اللي ليه واللي عليه تمام. بس حط هوية المركز بتاعك عليه، واعتمدوا من مدير المركز، من مسؤولة القوى العاملة ومدير المركز وإيه و القوى العاملة والجودة والمدير الطبي ومدير المركز تمام، وتحفظه بباركود تخليه عندك في الملف. هذا أول معيار، وبعد كده تخليه موجود داخل ايه داخل المعيار تمام. ويبقى لو حد عايز يطلع عليه بيطلع عليه من خلال هذا الباركود او او الرابط اللي انت هتحطه تمام. تمام خلينا نروح على اللي بعدها. طيب بعد كده يقول لك يحتوي دليل الموظف على سياسات التعامل مع الشركة والموظفين. دور هتلاقي فيه اهو شكاوى الموظفين، يعني الموظفين لما يشتكوا بعض يزعلوا بعض ويشتكوا بعض ايه يكتب ازاي التعامل معها. دور عليها تلاقيها موجودة اهي، الواجهات التدريبية يعاقب اهي المخالفات او ادارة الشكاوي من احد الموظفين يكون على الموظفين. هذه تعمل عليها هايلايت تمام. طيب استخراج بطاقة الموظف نسجل فيها، استخراج بطاقة الموظف تستخرج اسم المركز ووظيفته ايه والاسم الكامل ورقم بس تمام. طيب خلينا نكمل. طيب توجد سياسة مكتوبة لحل النزاع بالموظفين. ندخل على سياسة، يبقى فين؟ أرجع للسياسات، هذا السياسات سياسة حل سياسة ستاف كونفليكت ريزوليوشن، هذا سياسة حل إيه النزاع موجودة. السياسة إزاي بتستخدمها أهو، دي مسؤوليات فيها موجود كل محل معنا تقدر تستخدمها تمام. طيب المعيار اللي بعده
يوجد برنامج مكتوب لتعيين الموظفين والاحتفاظ بهم والتطوير والتعليم المستمر بين الموظفين، نفس الكلام موجودة فيها. يوجد سياسة الوصف الوظيفي، في سياسة الوصف الوظيفي، يوجد سياسة مكتوبة للحفاظ على سوية ملفات الموظفين، في سياسة خاصة بها، سياسة تتلخص في إيه الإيه إيه هي؟ إن أول شيء لازم يكون ملفات الموظفين ما تكتب عليها اسم بعض، زي ملفات المرضى كده، شوف لازم تكون سوية، عندك قائمة وتكود الناس وتدي للناس لهم أكواد، وهتشوف قائمة لو دخلت على الجوجل درايف هتلاقي في قوائم عاملها بطريقة إن هي تحافظ على السوية، ويبقى كل ملف موجود عليه رقم من بره، محدش يعرف إيه اللي داخل إيه الملف ده، بملف مين ولا كده، عشان محدش يلعب في الأوراق الخاصة بي. طبعا هي لازم تكون موجودة الملفات هذه في مكان مغلق بعيد عن العبث، واللي يروح له واحد بس اللي هو مسؤول إيه القوى العاملة، تمام؟ طبعا دي من ضمن السياسة الفيه. واضح كده؟ طيب لو انت عايز تشوف السياسات، السياسات كلها موجودة هنا، فين؟ دليل الموظف، ده الكونفليكت ريزوليوشن، ده الامبلوي فايل، سوية ملف الموظفين اللي احنا قلنا عليها، وده المانوال بالانجليزي، وده تعيين والاحتفاظ بهم اهو، دي السياسة بتاعتها، وسياسة البريفليج والكده، وده خطة التعليم والتدريب، وده الوصف الوظيفي للموظفين اللي عندك، تمام؟ الصف كوركنت ريتنشن، ازاي تحافظ على استقطاب الموظفين، تحافظ عليهم عندك، ماشي، وتقييم الموظفين، كل دي معايير مطلوبه، وتدريبهم ووضع خطه تدريبيه، كل دي معايير مطلوبه عندك. لو انت دخلت هنا جينا رجعناهم واحد واحد هتلاقي كل دي سياسه على سنة. توجد سجلات الحضور، طبعا سجلات الحضور والانصراف دي لازم تحفظ عندك وبيحفظوها على طول يعني. يوجد جدول للخطة التعليمية والبرنامج الأكاديمي، طبعا في سياسة وتعمل خطة. لو دخلت برضو على هنا هتشوف اهو المان باور، لو دخلنا على المان باور هنلاقي ايه؟ هنلاقي الخطة التدريبية، إدارة المعلومات، القوى العامة هنا اهو، البرنامج التدريبي، دي مش فاضح، احنا كنا بنضرب الناس عليها اهو، بس انت لو دخلت هنا في خطه تدريبيه كامله تقدر اهو، خطه القوى العامله، خطه التدريب، شوف خطه التدريب قويه ازاي، انت بتيجي تحصل تعمل اول حاجه زي سيرفي وتشوف الناس هم احتاج التدريب، فبتحط لهم برامج التدريب، ويبدا كل واحد ايه تحصل التدريب بتاعه امتى وهيكون ازاي والمخرج بتاعتك، ده اسمه خط التدريب، تعمل نفس الخطة عندك في المركز، تمام؟ طيب بعد كده سياسة تدريب الأطباء الجدد، دي موجودة بس هي مش مطلوبة في المعيار، بس هو ممكن يسأل عليها المقيم يعني. طيب من النقاط برضو اللي كنت عايزها، ده محتويات ملف الموظف، يعني شوف ملف الموظف لازم يكون فيه الأشياء دي متكونة بالشكل ده، تبدا المفروض اللي ماسك الملفات دلوقتي او اللي ماسك الملفات يبدا يطلب من الموظفين هذه الاشياء اللي احنا ده، صوره بطاقه الاحوال، صوره بطاقه العمل، السيره الذاتيه، طبعا في فورم لو دخلت على السيره الذاتيه مسهله عليك وتقدر تعمل، صوره شهادات التخرج، صوره شهادات الخبره، صوره ترخيص الهيئه، دليل التاكد من صحه الشهادات، دي دليل التاكد اللي هو مقصود بايه؟ مقصود بايه؟ مقصود به داتا فلو، ماشي، او انك ان تم الاتصال، هو واحد خريج هنا انت اتواصلت مع المعهد او اللي هو ده ورد عليك بالايميل ولا كده. البرنامج التعريفي هتدخل هتلاقي فيه برنامج تعريفي عام وفي برنامج خاص بالاسم، هتلاقي فيه برامج تعريفيه، الاثنين دول لازم يكونوا موجودين. اللي شغال مثلا في الامراض المزمنه، في واحده ممكن تلاقي شغاله في امراض مزمنه ومسنين وحوام، لازم برنامج التعريفي العام للمركز واحد بس، كل قسم في برنامج تعريفي خاص بيه، لازم اللي ضرب على كده طبيب العياده مثلا امراض مزمنه او اللي كده. طيب صوره الوصف الوظيفي موقع، لازم وصف وظيفي، لو هي بتشيل اكتر من برنامج يبقى لازم وصف وظيفي لاكتر من برنامج، تمام. صوره اقرار سريه المعلومات، كل دول عليهم معايير، انت لازم تكون موجود، الدورات والبرامج التدريبيه اللي اشتغلتها، لازم كل ملف هي شايلاه لازم اتدربت عليه،
ولازم في تدريب بايه صور من هذا التدريب. المشاركه في خطه الطوارئ طبعا اتكلمنا عنها، اللي هي خطه الطوارئ دورها ايه؟ انت بتعمل كارت الطوارئ وهي معروف دورها ايه في هذا الكارت. عضويه اللجان لو هي مثلا في اللجنه التنفيذيه، في اللجنه الفنيه، بتحط صوره منها. تمام. الناس اللي هي لسه جايه جديده بتعمل لها فتره تجريبيه، موجود برضه ليها تقييم لازم يمر، تقييم الاداء الوظيفي السنوي، تقييم الاداء الوظيفي لاخر 5 سنين، صوره اجازات الموظف، صوره الشهادات لو في البي ال اس والاس ال اس والاي ال اس والبالس. طيب صوره لتامين الاخطاء الطبيه لو هو موجود، اصل نموذج الامتيازات موقع من ايه؟ الطبيب. في نموذج حاجه اسمه امتيازات الاطباء، لو دخلت برضو عليها هتلاقي امتيازات الاطباء، اطباء جي بي والاسنان موجوده، المفروض يتعمل من خلال اللجنه الفنيه، تعتمد هذا الايه؟ تعتمد هذه الامتيازات. طبعا احنا الافضل ان انتم تعملوها لو انتم تابعين المستشفى، انتم مواطنين كل اطباء، الدكتور رمزي مثلا في مليجة، المدير الطبي في كل مستشفى ياخذ البرافج لجميع الاطباء ويخليه يوقع عليه وياخذهم للجنه، واللجنه هي تعتمد هذه تعتمد هذا البرافج ويرجع يتحط في ملفه، ملف الموظف. اصل كفاءه، الاصل نموذج الكفاءه، شوف دي اصول كلها، اصل نموذج الكفاءه موقع بالنسبه للتمريض، لازم يكون في كفاءه التمريض لان هم ما عندهمش امتيازات، عندهم الكفاءه بديل، اي مستندات اخرى تتحط فيها. شوف هذا مكونات ايه؟ ملف مين؟ الموظف. الحاجات دي بيجي يدور عليها المقيم كلها. المفروض انا مثلا عندي 10 موظفين، ال 10 موظفين دول 10 ملفات، يبقى جميع النقاط دي متوفره فيه. واضح؟ واضح ولا فيها شيء؟ طبعا هنا خطة القوى العاملة، وهنا الوصف الوظيفي، جميع الوصفات الوظيفية تكون موجودة تقدر تاخدها منهم، ده سياسات بعض الأشياء، ده أسماء قائمة بأسماء الموظفين والجدولة بتاعتهم، دي كلها أشياء. طبعا أنت المفروض تكون إيه، قائمة حضور الحضور العامة اللي هي للبرامج التعريف العام، وهنا في برنامج عندك تعريف عام أهو، هتلاقي البرنامج التعريف للصيدلية، البرنامج التعريف العام، الضغط عليه تلاقيه موجود، والبرنامج التعريف الخاص لكل مركز. تمام؟ نرجع تاني للأشياء اللي احنا كنا شغالين عليها، فيها مربوط. خلاص يبقى احنا قلنا توجد سجلات صحية لجميع الموظفين، تركز على البرنامج احتياجات التدريب، طبعا البرنامج مسجل فيه احتياجات التدريب. طيب توجد توصيات بالاحتياجات التدريبية، طبعا التوصيات من ضمن الخطة، الجدول فيه الخطة شامل كل ده، ماشي، شامل الاثنين دول، يعني ان هو يضرب لك الاثنين دول. طيب توجد سجلات صحية لجميع الموظفين تحتوي على كده، السجلات الصحية لجميع الموظفين هو زي كأنه المريض، انا رأيي كنت بعمل ملفات نفس الملفات المريض بالظبط، نفس الملفات المريض. طيب انت تعمل ايه؟ اول شيء هتقوم جايب الموظفين اللي عندك، وتقوم جايب السجلات الصحيه، طبعا انت عندك اتش اي اس كله الحين اتش اي اس، وتتاكد ان كل واحد مفتوح له ملف، وتحط رقم اسم الموظف وظيفته ورقم الملف بتاعه، ويبقى عندك اللي يجي يدخل على الملف يبقى موجود فيه، تقدر توفر فيها بقى الفحوصات البي بي دي، اي فحوصات انت عملتها للموظف عندك تدخلها داخل الملف. تمام؟ واضح كده؟ يبقى انت هتستخدم توجد سجلات صحيه لجميع الموظفين الاتش اي اس، ان انت تفتح لكل الموظفين عندك سياسه ايه؟ ملف صحي، ماشي؟ توجد سياسه لتقييم الموظفين اتكلمنا عنها موجوده، توجد سياسه للتقييم السنوي ونموذج للتقييم الوظيفي خلال فتره الاختبار، طبعا في سياسه فتره الاختبار اللي هي اول 3 شهور موجود عندك سياسه ليها، وفي سياسه للتقييم السنوي ونموذج تقييم يغطي جميع مستويات الاداء المتوقعه. طبعا هو طبعا احنا يعني التقييم السنوي دلوقتي على طريق موارد، انت هتكتب ان هو هتعدل في السياسه ان هو عن طريق موارد، وتحط النموذج بتاع التقييم بتاع موارد. تمام؟ واضح كده ولا في شيء؟ كل حاجه موجوده، انت تدخل هتلاقي نفس النموذج، نفس السياسه، ما في شيء هتعمله صعب يعني. طيب يوجد خطة توظيف لدى التمريض، هتدخل هتلاقي في الضرائب هتلاقي خطة لو احنا تكلمنا عليها شوية، أي خطة توظيف أهي، خطة القوى العاملة وفيها التمريض، دي خطة القوى العاملة وفيها التمريض، تحدد فيها الاحتياج الفعلي. تمام؟ طيب
السجل الصحي للموظف فين يكون؟ سمعنا يكون في قسم مكافحة العدوى. اه هو من قسم مكافحة العدوى، بس انت ليه؟ انت عندك ملفات دلوقتي صحية، ملفات اتش اي اس، هو اللي انت بس هيكون عندك قائمة بالاسماء، والاسماء والوظائف بتاعتهم والارقام الوظيفية ورقم الملف. وبعدين اللي عايز يطلع عليه يدخل على الملف ياخد منه اللي موجود، والملف الاتش اي اس ما فيش احسن منه. يعني استغني نستبدل الملف الصحي الورقي موظف بالملف الالكتروني؟ طبعا نعم. انت ازاي يعني؟ احنا هو ملف صحي في الاول وفي الاخر، سواء موظف ولا كده، انت موجود في مكان، انت هتفتح الملف ده، سواء اي حد هيفتحه وهيجي يشتغل عليه، هيجي يقول لك لا ده اسماء الموظفين هم ودي الوظائف بتاعتهم ودي رقم الملف الطبي تقدر تدخل عليه. هيقول لك هدخل فيه اتش اي اس، ادخل في الاتش اي اس شوف الملف الصحي لي. تمام؟ واضحة دي؟ واضحة ولا في شيء؟ طيب نرجع نكمل. بعد كده توجد آلية موثقة لتعيين ومنح الامتيازات للكوادر الطبية، ويتم إعادة، طبعا هتشوف دي اللي هي موجود بها الأصبع البريفليج للأطباء، موجودة في البريفليج وبالتفويض الملائم لهذه السلطة. طبعا هي موجود الكلام ده من خلال لجنة، أنت بتقوم جايب واخد كل الأطباء اللي عندك في القطاع وتقوم عامل لهم بريفليج اللي هو الفام ميديسن أو جي بي، وتقوم تديه للطبيب يعلم على الاشياء اللي هو بيقدر يشتغل عليها بناء على الكواليفيكيشن والتدريب اللي هو اخده، وتجيب الاشياء دي كلها اللي هي شهاداته والبريفليج وتعرضها في لجنه في المستشفى التابع ليك اللي انت تابع ليها، تقدر تقوم عامله قرار وتاخد قرار بالكلام ده وتوافق على الاعتمادات. او مثلا زي الصرار، ما فيش مثلا مش تابع لمستشفى، في لجنه بيشكلها اداره القطاع من مجموعه من الاطباء والاستاف اللي عنده، ويبدا يحط عليها زي لجنه المستشفى بالظبط، هو اللي يعتمدها المدير الطبي للقطاع. تمام؟ طيب يتم تقييم الطاقم الطبي سنويا على الاقل، ويشمل طبعا التقييم السنوي اللي هو المقصود به تقييم ايه؟ التقييم السنوي زي اللي موجود في موارد، يعني طبعا ليه سياسه وهتجيب النموذج وتحطوه فيها. تمام؟ ده بالنسبه طبعا هو المان باور، يعني هو يبان لك ان هو ضخم وفخم وشخم كده وصعب يعني، بس هو انت بتعمله مره واحده وترتاح بعد كده. بعد كده بتجي لك موظف جديد تقوم عامل له ملف وخلص الموضوع لك. السياسات بتبقى موجوده عندك جاهزه ما فيهاش اي حاجه. خطه التدريب بس اللي بتعملها كل سنه وبتاخدها من الاقسام، وهو اللي يغذيك بقى الاقسام. تدي كل قسم يعمل خطة التدريب بتاعته مجمعة بتبقى موجودة عندك. واضح كده؟ يعني احنا غالبا كنا بندي الواحد يعني شايل ملفات تانية، يعني فعلى أساس إن هو تبقى سهل عليه. أنا بالنسبة لي كده خلصت. في أي سؤال؟ الله يعافيك. يبقى كده احنا بالنسبة لنا عملنا ملفات الموظفين، لأن هي مهمة جدا، لازم يكون مترتبة بالترتيب اللي احنا قلنا عليه. انت هتدخل على الروابط موجود فيها الترتيب، وايه اللي اول ما النقاط اللي موجوده دي لازم تكون موجوده في اول صفحه في كل ملف، بحيث ان انا اشوفها. وبعدين لو الملف موجود انا بحط مثلا مقسمه اجزاء وبقسم الملف نفسه اجزاء. معلش بس ايه ده، علينا خطه توظيف تاني. خطه توظيف، طيب تعال ندخل على خطه التوظيف. اهو فين خطه التوظيف؟ هذه خطة التوظيف. خطة التوظيف يهمني فيها الجدول ده،
جدول دوت مكتوب الوظائف الموجودة، العدد المتوفر، العدد المستهدف، العدد المطلوب. يعني أنا مدير مركز هو واحد، صحيح؟ طيب المؤهل المطلوب لي، طبعا احنا بنعملها في كل حاجة، المؤهل الموجود ايه هو، يكون مؤهلاته اللي تكون موجودة، المهام اللي هو بيعملها، كيت 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 كيت. طبيب أسرة، طبيب عام، طبيب أسنان، كله نفس الكلام، بيتكتب في نفس الشيء، ايه هو العدد اللي موجود عندك والعدد المستهدف والعدد المطلوب بناء على التطاحن الاثنين من بعض، تمام؟ وفي الاخر جميع الوظائف اللي عندك يطلع لك كده، وتعتمد هذه الفورمه تبقى دي خط التوظيف، وتحط لك اهداف عامه واهداف خاصه، والايه بتحط فيها بعض الاشياء اللي انت محتاجها عشان تنفذها من خلال التدريب لهذه القوى العامله بناء على تخصص كل واحد. خلاص لازم تحط كل تخصص المؤهلات اللي انت محتاجها فيه، تمام؟ واضح كده؟ موجودة خطة التوظيف، انت تقدر تستخدمها نفس الخطة دي بالظبط، بس تعدل فيها وتعمل عليها الأشياء. الله يعطيكم العافية، ولو في أي حاجة أنا معاكم، نقدر تبعتوا لي أسئلة على الواتس أو على في المحاضرة الجاية إن شاء الله. بالتوفيق.